أعرب الناطق باسم الخارجية الصينية جين شوان عن احتجاج بلاده على موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة لتايوان، وأعلن عزم بكين فرض عقوبات ضد الشركات الأمريكية ذات الصلة. وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أن الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع مقاتلات F-16 لتايوان في صفقة يبلغ حجمها 8 مليارات دولار.